صراحه الحمد لله وفقني الله انني نكون ضمن لجنه الانتقاء الخاصه بالانتقاء فعاليات المجتمع المدني في مبادره الشراكه من اجل الحكومه المنفتحه. وصراحه هذا تكليف اكثر منه تشريف، لانه باش نكونوا اعضاء في هذه اللجنه اننا عندنا واحد المهمه اللي هي محوريه، اننا نكرسوا حضور المجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني الفاعل القوي القادر على خلق دينامية في هذه الشراكة. فنتمنى أن يوفقنا الله. أعطينا فكرة حول عمل هذه اللجنة أو هذا البرنامج. هو هذه كتسمى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالمغرب، وهي واحد مبادرة دولية أممية كانت بدأت في 2019 من مجموعة من الدول، وحطت واحد مجموعة من المعايير باش تنضم دولها، يعني ماشي أي دولة تقدر تنضم لهذه الشراكة هاي. وإلا ما كانت متوفرة فيها مجموعة من الشروط، أهم الشروط اللي كانت مطلوبة على أن أي دولة خاص تكون كتحترم مبادئ الشفافية في مجال الميزانية، التأكيد على حق الولوج للمعلومة، النشر ديال التصريح ديال الممتلكات ديال المنتخبين المسؤولين العموميين، وكذلك تعزيز المشاركة المواطنة في العمل الحكومي. وكتطلب واحد النسبة واحد العتبة ديال 75% أنا كنت موفر في هذه الدول. الحمد لله المغرب استطاع أنه يتخطى هذه العتبة، وبالتالي أصبح عضوا في هذه الحكومة، وقام بإنشاء واحد البرنامج أو مخطط عمل وطني امتد على مرحلتين. الآن احنا في المرحلة الثانية المخطط، ولكن كيعتمد واحد المنهجية ديال إشراك المجتمع المدني في التخطيط. إذا حتى من غير تخطيط، حتى في الحكامة، إذا احنا مثلا ما كنتكم على لجنة الانتقاء، هي لجنة اللي تشرف على انتقاء الفعاليات المجتمع المدني اللي غتكون في لجنة الإشراف أو ما يسمى الكوميتي دو بيلوطاج. فأن يعني حضور المجتمع المدني على هذا المستوى العالي، فصراحة هي مسألة ينوه بها، كيعزز الحكامة الخاصة، وكيعزز حتى انفتاح المغرب على هذا النوع من المبادرات اللي هي صراحة مهمة، وكتعزز مشاركة المواطن عن طريق الديمقراطية التشاركية، وكذلك مشاركته في العمل الحكومي. فعلا الحكومة المنفتحة هي كتسم جميع المواطنين، وعندها واحد مجموعة من الالتزامات أو مجموعة من المحاور اللي فيها مجموعة من الالتزامات. من ضمن هذه المحاور واحد خاص بالمساواة والشمولية. من كتبع الشمولية، يعني سواء كانت مرأة، طفل، أشخاص في وضعية إعاقة، خاصة كم يوجدوا لهذه الخدمات الخاصة بالحكومة المنفتحة. لأن المحاور تهتم بالعدالة المنفتحة، تهتم بالحصول على المعلومة خصوصا مع صدور القانون الخاص بالحصول على المعلومة، تهتم حتى الحكم المحلية أن تكون حتى الجماعات المحلية منفتحة على المواطنين. وهذا في إطار واحد الشمولية كاملة ما كتستثني أي حد، سواء كان من حيث الجنس يعني كالإناث وكذا، أو من حيث النوع كالأشخاص ذوي الإعاقة. بل أكثر من ذلك، تعزيز الولوج للخدمات إلكترونيا، وهذا كيتطلب على أنه إدخال المعايير الخاصة بالولوج الشاملة خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة. لأن أنا كنتكلم على الإعاقة، نتكلم على الإعاقة البصرية، كيفاش أن نسهل الولوج لهذه الخدمات الإلكترونية. كنتكلم على الإعاقة الحركية، كيفاش أنه يوصلوا للإدارة العمومية تكون سهلة الولوج. تعلقوا على الإعاقات السمعية، كيفاش أنه يكون التواصل مع الفئات عن طريق سواء الولوج الإلكتروني أو الولوج اللي هو يعني الشخصي في الإدارة. فصراحة هذه المعايير كاملة داخلة في هذه المحاور هذو، ولا إلى أن نشجع الناس أن تدخل البوابة الخاصة بالحكومة المنفتحة وتطلع على نسبة الإنجاز ديال البرنامج الحكومي. يعني كان الحمد لله نسبة إنجاز مهمة حاليا، زعما وصلنا 100%، ولكن كاين عمل دؤوب في هذا الإطار هذا. مرحبا. باقاش محور؟ واخا نبغي صراحة أنا نبغي نشجع المجتمع المدني على أنه ينخرط في البوابة الخاصة بالحكومة المنفتحة، يتسجل في الفضاء المدني الخاص بها، باش حتى هو يترشح ويكون عنده صوت ويقترح ويساهم في الالتزام، ولما لا يعني في إطار الشراكات يدير أنشطة محلية اللي كتعزز هذه الشفافية، تعزز محاربة الفساد، تعزز الوصول للمعلومة، وتعزز حتى النزاهة.